العنا عم شبه واليمن باكمله والبقى ذاك إلهي والبشر للكمه بعد ما راح لاشك الراعي الأولى والخبر شاع واهتزت جنوب وشمال كنا شايف الوطن زلزالك الزلزلة من خبر صدمة يمكن تهز الجبه أشد من خبر محسب وما أثقله أنها هكذا ترحم ريال الرجال هذا من الوطن يحتاج إلى المرحلة لكن الحمد للمولى على كل حال يشكر محمد سعيد محظه في منزله يعتبر للوطن بالموقف الراسم عاش شامخ وما تبكم وترمرقله لو معبر حياته حافله بالنظام فارس الحرب والتاريخ قد سجله سجله بأي ميادين الشرف في النزال يوم ترعد وطن شبه واليمن باكمله والبقى لك إلهي والبشر للكمه بعد ما راح لاشك الراعي الاوله والخبر شاع واهتزت جنوب وشمال كنا شايف الوطن زلزالك الزلزله من خبر صدمته يمكن تهز الجبه اشد من خبر محسب وما اثقله انها هكذا ترحم ريال من الوطن يحتاج إلى المرحلة لكن الحمد للمولى على كل حال نشكر محمد سعيد محظه في منزله يعتبر للوطن بالموقف الراسم عاش شامخ ومات بقمة المرقله لو معبر حياته حافله بالنظام فارس الحرب والتاريخ قد سجله سجله بأي ميادين الشرف النزال يوم ترعد وطن الضغط يا قنبله ما يهب الشجاع الشهم اقوى قتله كل ما شاف فرسان وغم قنبله زاد في الحرب وتقدم وشد الرحال ما تراجع ولا فكر بمستقبله في حقيره وهو عارف بها للزوال واحمد الله عليه وربنا يقبله في رثاء الشهيد القائد الرائد أحمد لشكم الباراسي العولقي كلمات الشاعر ناجي المحيقني.